متى المشروع الداغين هذه السيريان غير نموذجي مثلا باش هذه مدير للدخل المراه القرويه نفكر اننا كنسير انتاج البيض البلدي وإني خص هذه طبيعي هذه بيو تي بلدي كنت دوس تنقصني بزاف لان هكا المنتوج لنا غير النادي تحرك مزيان في السوق وبالتالي نفكر راسنا نقدم المشروع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يتسيليكسيون المشروع عندنا لان كيخص هذا الجمعيه تساهم 30% شحال تيان 25000 درهم دونك اللي فعلا نطرس ديال المشروع 12 مليون ولكن هنا خص 6 المهم كوميم اني نبدا بعدا دغيا نسير لي كاجاموي ها لي كاجاموي بلاتي حنا يمشي 30 فلوس يكوني اخويات لان دغيا كاسيدي 16 يدي وجن 16 لك جا مو تري دي لان ويني سول ونيميرو لي مساحه ميدلان دبرنا داخل قل المساحه من الجمعيه تي مستعده باش نتبنوني ثني تا هو يسند وانا شكون كوني لا توتمين انا نخدم واني راه ما داغي تعاون شي شويه نكوني دغيا ولا توتمين غا تاني نتصور ندخل شي ده انا نخدم واني راه معنا ما داغي تعاون شي شويه تا شويه ما زيرت التلواسيفات ولا كيجران دو دو سيف دات قمي لي بيغو بريد كان الكابيون شكون معنا والله دانت فلاحتي غير الناس نخدم غير شي ما المعاونه نخدم الكوني دات قمي يخسر الكابيون دات بيو بريد دونا الطريقه التدبير المشروع ميتيان دونا مثلا سنه تشيراتين دات تستخدم بعدا الجمعيه دات تشير التشغيل الذاتي دان يعني تشغيل نساتنا دات الجموع انتي لايت لو رانت الجنايه تكلفنس البيع الور دان سير الحسابات كانت شهريه قاسيان ان شاء الله تبدا نبدي محاضره انا نقل لي كاز باش غير تسري غراتوي وانا ميغور لانتي لي غير تشنت الفابور الدي لي والنار الدي بدون الانتاج ما نسكت لا ولات الخرقيات اللجنه قد تكلف انت البيع وبالتالي يعني هاد الجموع تيلا نزير ين هذا الزنز سيان الثمن ين مناسب يعني هذا نقول ديما الثمن السوق سواء الا مسمر سواء الا يزدرين سواء يعني كوني نطغون الملصقات الاشهاريه ديك التنتظر من داك نقول انت بومال داك نقول انت غير في افق انه مثلا هنا نبدا المشروع نسول دي نتبع ديت لين ديال ديت المبادره هذا انسير توسيع كم الامل هذا غادي يقول انا غير خدمتي عاتي نسير راسي نتا اللي خدم اللي كاج دانيت سير غير فروان سير غنا ودير دوني لنا الرئيس دير يني يصلح لنا هذا الشعر دونك كوني بعدا على الارض الواقع ماشي الجمعيه داغي الكارطابل تمز الدعم تكدينا تداد لا الدعم هاتي باين هاتيا سلي فاكتور سكوشينز من نادي الدان هاتيا المشروع هاتيا تدا هي المستفيده تي يمكن تخدم ثاني مدينه هي سنتين الجماعة ديما وكل ما دورنا هي الاهم دي غادي خصك التعاون يا سنت اتي تتفاد يا تنطوت ني لاين على القراوي بدات تمارس العمل الجماعوي هاد تخيكو هي المهم لو قلنا مشكو ما يتقل الاساس كلشي هو لو قلنا غرس اللي كان المدخول هاد غرس اللي كان المدخول تشجع تخدم تشجع او انت دري التيني التينيه او انت تستخدمه او انت دماغ التينيه او انت تنت الافاق ناين كيفاش ولد كدعاونا غير غاد عاون غاد كاين الاسره غاد عاون كاين الفوي داغين او الكامورياز وبالتالي تخلق المفهوم النشاط المدير للداخل ماشي فهمتي ناري على ارض الواقع المهم المشروع هذا تجسد هذا اللي تولى هنايا يمشي تخيل ديال كل مزيان